نحن لا نرى أنها إبادة جماعية. إسرائيل استخدمت أصغر قنابل متوفرة لملاحقة عناصر الحماس. نشجعهم على أن يقضوا على الإرهابيين الذين قاموا بهجمة على إسرائيل وقتلوا مواطنين. يا ساتر يا الله، البراكس البراكس يا الله. حماس يمكنها أن تسهل ذلك بأن لا تختبئ وراء المدنيين. إسرائيل قالت أنه ربما كان هنالك مخزن ذخيرة لحماس قريب من مكان الهجوم. ما نتوقعه من إسرائيل هو ما نتوقعه من جيشنا ومن جيوش حلفائنا وشركائنا، أنه عندما يرتكب عسكريون أخطاء فإننا نتوقع إجراء تحقيق كامل بشأن ما يحدث وأن يترتب على ذلك تغييرات في السلوكيات وفي العمليات. أصحاب بيلعبوا على الأنباء، بيلعبوا على باب الخيمة، نازحين هذول من غزة. ندعم كدأبنا دائما قدرة إسرائيل على ملاحقة أهداف مشروعة. باستخدام أسلحة أمريكية، ولكن أن تستخدم هذه الأسلحة والعتاد بأقل ضرر بالمدنيين.